وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور أكسل. طبعا تصلني الكثير من الطلبات بشرح فيديو لكيفية مشاركة ملفات أكسل على الإنترنت. طبعا بعد ما نعرف أنه بالعصر الحالي الإنترنت أصبح متوفر، وأغلب الشركات إذا مو الكل كل الشركات أصبح بها إنترنت، وبمكان ما راح نستخدم الفلاش ونسخ الملفات ولصق الملفات بإمكاننا أن نستخدم شير إنترنت بمشاركة ملفات الأكسل. يعني أرفع ملف الأكسل على الإنترنت وأرسل هذا الملف لموظف آخر بإمكانه أنه يعدل على هذا الملف ويتم الحفظ، وبالتالي راح أشوف التعديلات من مكاني بدون أن أخلي فلاش أو من دون أن أنسخ هذا الملف أو أنقله لحاسبتي، وبالتالي راح أضمن السرعة والكفاءة العالية. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، راح نستخدم موقع شهير من مايكروسوفت اللي هو موقع ون درايف. طبعا نجي إلى جوجل، وطبعا راح نكتب ون درايف ون درايف. طبعا راح تظهر لنا هذه النافذة، نجي إلى أما ساين إن مايكروسوفت أما ساعة تخزينية، وطبعا ضروري عندنا حساب مايكروسوفت. اما هنا نسجل تسجيل مجانا، تسجيل جدا سهل وبسيط من خلال تسجيل مايكروسوفت، او عندنا حساب مايكروسوفت هوت ميل. طبعا في محاضرات ويندوز 10 شرحنا كيفيه انشاء حساب، وجدا بسيط، بامكانكم ان تبحثون على اليوتيوب بشكل سريع وتنشئون حساب مايكروسوفت، ضروري جدا. طيب بعدها راح نجي الى تسجيل الدخول. طيب طبعا انا عندي حساب، راح اجي الى ساين ان تسجيل الدخول، وطبعا نيكست. طيب الان بعد ما سجلت تسجيل الدخول طبعا اجي هنا الى تحميل، راح تظهر لي طبعا هذه واجهه الون درايف. اجي الى تحميل وطبعا الملفات، وراح ارفع الملف اللي اريد اسوي له مشاركه، راح يكون على سطح المكتب مثلا هذا الملف. انتظر بين ما يتم تحميله. طبعا هذا هو الملف. عندما اخلي الماوس على الملف راح تظهر لي دائره، هذه الدائره اضغط عليها كليك راح تظهر لي مجموعه من الاوامر هنا بالاعلى. طبعا اجي الى مشاركه، هذا الامر اللي هو مشاركه. طيب عندي طبعا مجموعه من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات اذا اجي اضغط على هذا السهم عندي هنا مثلا اشخاص معينون، يعني بإمكاني أنه أضيف أشخاص معينون. طبعا إذا أجي على تطبيق راح يطلب من عندي أضيف البريد الإلكتروني الخاص بهم حتى يقدرون هم فقط يدخلون، أو بإمكاني أنه يعني أختار نسخ الرابط. هنا أجي إلى نسخ الرابط، هذه هي الطريقة، أنتظر وأجي إلى نسخ، وراح أرسل هذا الرابط بيا سوشيال ميديا، بي مثلا واتساب، فيسبوك ماسنجر، لأي شخص آخر. مثلا أنا راح أعتبر أنه هذا هو الشخص رقم واحد، طبعا هذا راح أحذفه بالحاسوب، وراح أجي أفتح متصفح آخر، مثلا راح أجي أفتح فايرفوكس. طيب الآن راح أجي ألصق هذا الرابط بيست أند جو. إذا لاحظ أنه هذا المستخدم رقم واحد رسل الرابط للمستخدم رقم اثنين عن طريق السوشيال ميديا. أنا المستخدم رقم اثنين، راح أجي إذا أجي هنا راح أفتح الملف هو نفسه. طبعا أجي هنا أسوي له فتح أونلاين بهذه الطريقة. طبعا أجي هنا على أدت وورد بوك، ضروري جدا أفعلها، وأجي هنا أكتب مثلا 21، مثلا راح نطي رقم 87 مثلا 5 هيجي، أكتب مثلا بهاء عبد الستار جبار مثلا مونيتير، وطبعا نختار رقم تليفون عشوائي هيجي على التعيين. الاحظ ان المستخدم رقم 2 جاي يشتغل على الملف مباشره، تطلع التعديلات على المستخدم رقم 1. فنفترض ان هذه حاسبه وهذه حاسبه، بلمح البصر بنفس اللحظه بنفس الثانيه تظهر عندي التعديلات من دون ان انقل الملف بفلاش او من دون ان اتعب نفسي واستخدم عمليات النقل، وبالتالي طبعا ممكن تجلب لي فيروسات للحاسوب. هنا راح يتم عندي التعديل والتحديث بشكل سريع وسلس وبسيط. هذه المحاضرة طبعا جدا مهمة في حال لو عندك مؤسسة او عندك مجموعة ملفات او عندك تيم وحبيت تشارك بيناتهم. طبعا مو بس اكسل، يعني ممكن وورد، ممكن باوربوينت،
ممكن كثير من الملفات، ممكن حتى ملفات فوتوشوب بي اس دي نعدل عليها ويتم التعديل بشكل مباشر عندما يتم الحفظ من الحاسبة الأخرى. نتمنى هذه المحاضرة تكون سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.